الوطن ومكتبة مديرية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول ومكتب الرياضة المدنية حاضرين اليوم في هذا العرس الرياضي اللي عرف للألعاب قوى تحت إشراف الجامعة الملكية لألعاب القوى ولعصبة فيها طنجة تكون الخصومة كذلك بحضور وزن السلطة ولمديرية وزارة التربية الوطنية الكل حاضر في هذا العرس الرياضي اللي الحمد لله عرف مشاركة ديال الأندية وكانت نتائج مشرفة للأندية الأخلاق ديال الرياضيين كانت عالية رغم أن الرياح كانت قوية إلا أن المنافسة الحمد لله نجحت رغم الإكراهات. شي كلمة أخيرة شي رسالة تقول لها شي ميساج رياضة ألعاب القوى هي رياضة ناجحة في المغرب وكنتمنى أن جميع الناس الوصيين على القطاع وحنا كمديرية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة ننجح جميع تظاهرات ألعاب القوى.